السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائنا طلاب الصف الثاني الإعدادي، ومع درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. وزي ما احنا شايفين النهاردة هنحل تدريبات كتاب جيم مع الشرح يونت 2، الواحدة كان اسمها هاو ار يو فيلينج. يلا نبدأ يا شباب. طبعا هنا كتاب جيم بيج 68 صفحة 68. أول سؤال: آيا إز أ نيرس شي هيلبس هير تو جيت بيتر. آيا ممرضة بتساعد مين عشان يتحسن؟ أكيد المرضى، يبقى اسمها patients. illnesses يعني أمراض، medicines أدوية، diseases يعني أمراض برضو. فلافل is an أو ميليا. فلافل وجبة قديمة في مصر فاسمها وجبة تقليدية. كلمة تقليدي يعني traditional، اسمها إيه يا شباب؟ traditional. أما كلمة international يعني دولي أو عالمي، modern يعني حديث، new يعني جديد. She works in a hospital. She is working in children's at the moment. هي شغالة في مستشفى وشغالة في جناح الأطفال أو العنبر بتاع الأطفال أو قسم الأطفال. فكلمة word يعني كلمة، a word جايزة، word يعني عنبر أو جناح في المستشفى، وهي الصح. كلمة worldlet يعني عالم. He mustn't his car here. هو لا يجب أو ممنوع إنه يركن هنا. كلمة يركن اللي هي كلمة إيه؟ park، اللي هي زي كلمة حديقة. كلمة come يعني يأتي. كلمة بارك اللي هي ليتر سي دي يا شباب معناها كده ينبح، اللي هو الكلاب لما تنبح او تهوهو يعني، اسمها ايه؟ بارك. اما كلمة كاري يعني يحمل. He sells many things in the street. He has a small، هو بيبيع اشياء كثيرة في الشارع، يبقى عنده ايه؟ كشك صغير او عربية تجول بيها بيبيع عليها يعني، اسمها ستول. ستول يعني كشك او عربية صغيرة يعني، اللي هو عربية الباعة الجائلين يا شباب. طبعا كلمة وول يعني حائط، وباسكت يعني سلة، فارم يعني مزرعة. He answers customers call in a big store. هو بيرد على مكالمات العملاء الزبائن يعني في متجر كبير. He is a طبعا اسمه call center worker. الوحدة التانية كان أولها بيتكلم على الجوبس المهن. The police officer drives around the city to sure that people are safe. ضابط الشرطة بيقود عربية الشرطة في أنحاء المدينة عشان يتأكد. كلمة يتأكد يعني make sure، اسمها يا شباب make sure. روح على number 8. Children should be careful when they buy things from street food. طبعا الأطفال لما يشتروا حاجة من بائعين الجوالين في الشارع لازم يكون عندهم حذر شوية في التعامل، عشان الأكل ممكن يبقى ملوث أو مش نظيف يعني. بائع الشارع اسمه street food seller، street food seller. He likes drawing، بيحب الرسم. He wants to be a أو an، طبعا هيبقى artist، artist يعني فنان. A person is a person who cannot hear. مين هو الشخص اللي لا يستطيع أن يسمع؟ Can't hear لا يسمع، يبقى اسمه deaf. deaf يعني أصم. أما blind يعني كفيف، لا يبصر، weak ضعيف، strong يعني قوي. She is learning. She wants to improve her handwriting. المجال اللي ممكن تتعلمه عشان تحسن، امبروف يعني يحسن الخط بتاعه، يبقى مجال الخط العربي اسمها كاليغرافي، كاليغرافي. اما تكنولوجي، تكنولوجيا. بيولوجي علم الاحياء. جيوغرافي علم الجغرافيا. He lives next door، هو عايش في الشقة اللي جنبنا، جارنا يعني. He is my neighbor، neighbor يعني جار. Classmate صديقك في الفصل. Servant يعني خادم او خادمة. وpatient يعني مريض. My mother asked me to buy her two of beans. الأم طلبت مني إن أنا أشتري لها علبتين من الفول اللي هو المعلبات. كلمة معلب يعني تنز، تن يعني علبة وتنز جمعها معلبات. كلمة بيز يعني قطع، سلايس يعني شرايح، وبوتلز يعني زجاجات. الفول اللي هو هنشتريه من السوبر ماركت هيبقى محطوط فين يا شباب؟ عندنا في علبة معدن اللي هي اسمها إيه؟ تنز. Deaf people communicate sign language. دايما كنا بنقول إن communicate تاخد حرف الجر with، ده الكلام ده لو جه بعديها الشخص اللي أنا بتواصل معاه. يعني I communicate with my friend، أتواصل مع صاحبي. أما لو ذكرنا اللغة اللي احنا بنتواصل بيها قبل اللغات دايما حرف جر يا شباب in، اسمها deaf people communicate in sign language. لو قلت لك أنا بتواصل باللغة الإنجليزية يبقى I communicate in English with my friend. نروح على page 71 71 كتاب جيم برضو يا شباب. number 1 I at the moment، هنا الجرامر اتفقنا ان كلمة at the moment في هذه اللحظة زي كلمة now الآن. the present continuous tense زمن المضارع المستمر اللي لازم يكون فيه جزئين ورا بعض، اللي هو verb to be am و is و are، و verb اخره ing جي. بس صح عندنا am studying.
am studying أنا بذاكر at the moment I am studying at the moment be quiet اهدأ وطي صوتك خليك هادئ the baby امتى بقى الولد نايم دلوقتي حالا بقول لك اهدأ دلوقتي لان الولد نايم الان يبقى ده برضو present continuous يبقى is sleeping don't forget to take your umbrella تنساش وانت خارج تاخد معاك الشمسية لانها تمطر الان يبقى it's raining كل دي جمل بتعبر عن شيء بيحدث الان اللي هو زمن المضارع المستمر او ال present continuous tense I'm sorry I can't hear what you يقول له أنا آسف مش قادر أسمع اللي أنت بتقوله إمتى؟ دلوقتي يبقى are saying you are saying rise every day كلمة every day زي كلمة always usually sometimes من علامات المضارع البسيط اللي أنا بكون سؤال عليها بكلمة do أو بكلمة does لو أقول لك at the moment يبقى مضارع مستمر يبقى هسأل بكلمة am و is و are لكن هنا عندنا هقول له does he eat rice every day does he eat هل هو بياكل رز كل يوم اما لو كان كلمه now اقول له كده هو is he eating rice now وهكذا ده الفرق بين present simple والpresent continuous عشان في كلمه every day وانا مضارع بسيط والمضارع البسيط لما اكون سؤال على فعل في المضارع البسيط بشتغل بكلمه do او بكلمه does اما المضارع المستمر اللي فيه ing بشتغل بverb a to be am و is و are روح على exercise number أو نمبر 6 في الاختيارات برضو نفس الصفحة يا شباب 71-71 في كتاب جيم Every Monday Sally her kids to their football practice طيب Every من علامات المضارع البسيط يبقى أنا محتاج إيه يا إما infinitive مصدر بدون إضافات زي كلمة drive أو فعل آخره S لو كان الفعل مفرد وفعلا هنا سالي إيه مفرد يبقى الصح عندنا drives her kids واحد يقول لي drives يعني يقود يعني إيه تقود أولادها يعني kids يعني أطفال هي هنا جاية يا شباب معناها بتوصل الأولاد بالعربية يبقى drives هنا لما تيجي بعديها عقل كده يبقى أنا بوصل فلان ده بالعربية هنا طبعا drives her kids بتوصل أطفالها to their football practice تدريب كرة القدم practice يعني تدريب أو تمرين كرة القدم at the moment اتفقنا بقى خلاص إن كلمة at the moment معناها الآن في هذه اللحظة يبقى ده زمن اسمه present continuous لازم يكون فيه verb to be am و is و are و ing طبعا الصح الوحيد هنا is she working at the moment listen اتفقنا لما الاقي كلمة listen أو كلمة look في أول الكلام يبقى الجملة اللي جاية مضارع مستمر لأن أنا لما أقول لك listen اسمع أو look انظر هتسمع وتنظر شيء يحدث الآن ده مضارع مستمر لازم يكون في verb to be و ing يبقى listen Sandy is singing in the bathroom بقول له اسمع ساندي بتغني فين في الحمام He to travel to the USA He to travel to the USA لو خدت بالك عندنا هنا إن هي مفرد تمام وكلمة to عايزة كلمة want ينفع want و is wanting و want is wanting لكن احنا عندنا في اللغة الإنجليزية التعبير عن أفعال الحواس والمشاعر زي الرغبة والإرادة والكلام ده كله ما ينفعش يكون فيها إن إيه جي يبقى الصح عندنا إما want إما wants تمام هنا مفرد هي يبقى الصح عندنا هي wants to travel to the USA أفعال المشاعر والرغبة زي كلمة يحب love وكلمة like مش هتلاقيها أبدا آخرها إني جي مش هيفعل أقول كده I am liking يا إما I like يا إما he likes يا إما he liked لكن مش هيجي عندنا مضارع مستمر لأن واضح إن المشاعر أو الرغبة بتاعتنا لا تتغير كل شوية دي حاجة إيه بتعبر عن واقع حقيقي في حياتنا فأقول لك عندنا I like English ما أقولش I am liking ينفع أقول I want to be a doctor ما ينفعش أقول I am wanting أنا عايز دلوقتي أكون دكتور وبعد شوية أبقى مهندس وبعد... لا هي عندنا الأفعال دي ما بيجيش آخرها أي إن إيه جي أفعال المشاعر والحواس والرغبة ما يجيش آخرها أي إن إيه جي لأنها بتعبر عن شيء واقع حقيقة ثابتة نروح على exercise number 2 read and correct the underlined words اقرأ وصحح الكلمات التي تحتها خط She is run because she's late for her class طبعا هنا verb to be is بعد اي ان جي يبقى الصح running طبعا زودنا هنا double n عشان في حرف يو متحرك قاعدة بتقول اذا كان الحرف قبل الاخير متحرك عند اضافة اي ان جي يتم تكرار الحرف الاخير مرتين زي كلمة traveling هتلاقي اخرها double l sitting double t وهكذا Our teacher always give us lots of homework لازم في الامتحان تسأل نفسك هي الكلمة دي غلط ليه لو عرفت هي غلط ليه هتجيب الصح طبعا كلمة teacher ده مفرد وalways مضارع بسيط اتفقنا إذا كان الفاعل مفرد والجملة مضارع بسيط بتعبر عن العادات والحقائق الثابتة يبقى الفاعل بتاعها آخره S اسمها S المفرد يبقى الصح عندنا gives people are speaking English in Jamaica
دي حقيقة ثابتة، الناس في دولة اسمها جامايكا بيتكلموا انجلش، مش هينفع اقول ار سبيكينج يعني بيتكلموا حالا دلوقتي بس انجليزي وبعد شوية هيتكلموا فرنساوي مثلا، لا ده هنا بيقرر حاجة واقعية، يبقى ده مضارع بسيط، يبقى سبيك بس يا شباب. every Sunday ده مضارع بسيط، we visiting طبعا غلط، هي عندنا we visit عشان ده مضارع بسيط. I'm working today, I am on holiday، واحد يقول لي الجملة صح، ما هي today ديت مضارع مستمر وحطينا verb to be ing، اقول له معنى الجملة غلط، بيقول لك انا في اجازة النهاردة، يبقى هو بيعمل ولا لا يعمل؟ لا يعمل، يبقى ننفي الجملة، وعشان ننفي اي جملة فيها verb to be حط بعدها كلمة not، يبقى عندنا الجملة I'm not working today. روح على page number 72 صفحة 72 في كتاب جيم يا شباب. Complete the following dialogue، كمل المحادثة الآتي. عاصم بيكلم نادر بيقول له هاي نادر، can you tell me a little bit about your job، ممكن تقول لي بعض المعلومات البسيطة عن وظيفتك؟ قال له certainly، certainly يعني بالتأكيد، بتساوي كلمة of course أو sure أو yes. what would you like to know، تحب تعرف إيه عن وظيفتي؟ قال له first of all، بداية كده what your job، اتفقنا أداة استفهام بعدها فعل مساعد، وهنا عشان في اسم اهو your job يبقى عايزين verb to be، يبقى what is your job. قال له I work as a computer، وقال له عندنا بقت الجملة، خدنا وظيفة اسمها computer engineer، أنا أعمل كمهندس حاسب آلي a computer engineer. قال له what you do in your job، ماذا تفعل في وظيفتك، برضو أداة استفهام عايزين فعل مساعد، هنا في كلمة do مصدر، احنا اتفقنا بقى طول ما الفعل بتاع الجملة مصدر يبقى عايزين do أو does، طبعا هنا you جمع، يبقى what do you do in your job. قال له I design programs to use at home، لاحظ ان في كلمه بروجرامز مره بنعملها دبل ام اخرها دبل ام اي، وممكن ام واحده اخرها اس، بروجرامز اللي هي ام واحده بس قصده بيها برامج الحاسب الالي، اما بروجرام الثانيه اللي هي دبل ام قصده بيها برامج التلفزيون وهكذا. وات يو دوينج ات ذا مومنت، اتفقنا بقى في فيرب في اي ان جي، يبقى في فيرب ايه تو بي، وكلمه يو جمع تاخد ار، يبقى وات ار يو دوينج ات ذا مومنت. قال له اي ام ديفلوبينج ان ا هاوس بروجرام، I'm developing in house programs، أنا بطور بعض البرامج المنزلية. فقال له سؤال you ever have meetings، شايفين عندنا شايف كلمة have، ها have هنا مصدر يبقى عايزين هنا كلمة ايه do، يبقى do you have ever، you ever have meetings، هل أنت بتعقد اجتماعات، عندك اجتماعات زي الموظفين العاديين؟ فقال له yes I usually have meetings once a month، عندي اجتماع على الأقل مرة فين في الشهر. روح على page number 72 choose the correct answer from A, B, C or D. I always get up early to ready for school، بصحى بدري عشان أستعد، كلمة أستعد اللي هي get ready. He helped his father to the hole in the roof of the house، الجملة دي جملة معاني كلمات، لازم أفهم الأول الجملة، هو ساعد باباه عشان يعمل ايه في الحفرة او الثقب اللي موجود سطح المنزل، اكيد يصلح، يبقى صح كلمة ايه repair، اتفقنا ان في ثلاث كلمات معناهم يصلح repair وfix ومند، ثلاث كلمات معناهم ايه يصلح، اما كلمة hurt يعني يؤذي، have يمتلك وtake يأخذ. children like to go school trips، اطفال بيحبوا يروحوا في رحلات مدرسية، يبقى اسمها go on، go on school trips. my father me a surprise when he bought me a new bike، اللي هو الأب فاجأني، كلمة يفاجئ أحد يعني يعطيله مفاجأة اسمها gave me a surprise، كلمة borrowed يعني استلف، lent يعني سلف، took يعني أخذ، و give يعني يعطي، gave a surprise يعني يفاجئ حد بحاجة، الأب فاجئني واشترى لي عجلة جديدة أو دراجة جديدة. number 5 to get a good job، لكي تحصل على وظيفة جيدة you should have many، يكون عندك حاجة اسمها مهارات، لما تكبر ان شاء الله تبدأ تشتغل هتعرف ان في حاجة اسمها كده سي في، اللي هو الملف التعريف بتاعك، تكتب فيه المهارات اللي تتقنها عشان تدعمك عند اصحاب الشغل فيشغلوك، فكلمة مهارات اسمها ايه يا شباب سكيلز، امال ايه سكيلز، سكيلز يعني جماجم بشرية او اي جمجمة، سكيلز يعني ميزان، وبريزنس يعني هدايا، لازم يكون عندك ايه يا شباب ميني سكيلز، مهارات كثيرة. my sister likes to make her own clothes by herself she likes، اختي بتحب تصنع ملابسها بنفسها، هي بتحب الخياطة، اسمها عندنا sewing، sewing يعني خياطة، طبعا swimming هنا يعني يسبح، seeing يرى، و sewing جاية من كلمة sew اللي هو المنشار، اللي هو يقص بالمنشار يعني. I with my friends by sending emails، هنا بقى بيقولك أنا بتواصل مع أصدقائي بإرسال الإيميلات، يبقى communicate with، communicate with.
سارة near the table at the moment. At the moment أنه زمن مضارع مستمر، يبقى عايزين verb to be ing، والصح الوحيد هنا كلمة is standing، سارة تقف بجوار الطاولة أو المنضدة أو الترابيزة في هذه اللحظة. Page number 73، كتاب جيم يا شباب، صفحة 73. I must run home, mother, for me. لازم أجري حالا دلوقتي على المنزل، الأم تنتظرني إمتى؟ الآن. يبقى عايزين verb to be ing، يبقى is waiting for me، لأن ده بيعبر عن شيء بيحصل إمتى؟ الآن. I always to my office early. Always من علامات المضارع البسيط، يبقى عايزين مصدر أو فعل آخره S. I to عمل جمع، يبقى عايزين فعل مصدر بدون أي إضافات infinitive، يبقى الصح I always go to my office early. روح برضو نفس الصفحة بس سؤال تاني، read and correct، تصحيح. 2 and 2 is making 4. هل 2 زائد 2 بيكونوا 4 دلوقتي بس ولا دائما؟ دائما، دائما 2 زائد 2 بيساوي 4، يبقى دي اسمها حقائق ثابتة، يبقى نستخدم فيها المضارع البسيط اللي هو عندنا makes. A train in autumn in some countries، نفس اللعبة برضو بيتكلم على المطر في الخريف في بعض الدول، دي حقائق علمية بس إيه مفرد، يبقى rain خيرها S، rains. We building many bridges nowadays. Nowadays من علامات المضارع المستمر، يبقى عايزين verb to be و ing. هو مديني ing بس، هزود له verb to be. We جمع تاخد ار، يبقى we are building. They usually taking the 10 o'clock bus. يجوالي من علامات المضارع البسيط الـ present simple، بيجي بعدي مصدر أو فعل آخره S لو كان الفعل مفرد، لكن they جمع يبقى عايزين كلمة take بس. وصلنا لجزء بتاع writing. Write a paragraph of 90 words on. اكتب paragraph أو فقرة من 90 كلمة في موضوع اسمه إيه؟ different people in your family، اللي هو ناس في عائلتك مختلفين. اتكلم بقى على المهن والوظائف بأن الوحدة بتتكلم على الجوبز، فاحنا عملنا الparagraph ده. different people in my family. I'm going to talk about my family. أنا هتحدث عن عائلتي. I live with my family in a big house in Cairo. My father is a doctor. الأب طبيب. He works in a big hospital in Cairo. وبيعمل في مهنته. He helps his patients. بيساعد المرضى to get better. My mom is a teacher. الأم معلمة. She works at a school near my house. تعمل في مدرسة بالقرب من بيتنا. She teaches English at school. وبتدرس لغة إنجليزية. My uncle is a computer engineer. مهندس كمبيوتر. He works in a big company. يعمل في شركة كبيرة. He repairs computers. بيصلح الحاسبات. My aunt is a nurse. عمتي أو خالتي ممرضة. She works in a hospital. تعمل في مستشفى. She helps sick people. بتساعد إيه المرضى and دكتور أطباء أيضا. My cousin is a police officer. ضابط شرطة. He works in a police station. يعمل في مركز الشرطة. He makes sure that people are safe. هو دايما بيطمن ويتأكد الناس في أمان. My sister is a shop worker. أختي تعمل كعاملة في محل. She works in a shop. تعمل في محل. She helps people to buy what they need. وينفع تكتب مئات الجمل بالطريقة دي. الشخص شغال إيه، شغال فين، وبيعمل إيه في وظيفته. نروح على page number 83 من كتاب جيم يا شباب. Children should be careful when they use the knife because it's very. أطفال يجب أن يكونوا حذرين وحريصين عند استخدام السكين، لأن السكين عندها صفة اسمها إيه؟ حادة، اسمها إيه؟ sharp. When people travel they put their clothes in. لما الناس بتسافر بتحط ملابسها فين؟ في حقيبة السفر، اسمها suitcase. اسمها إيه يا شباب عندنا؟ suitcase. طبعا suits دي يعني بدل. shopping bags حقائب التسوق. كلمة sacks يعني الشوال، لكن صح عندنا حقيبة سفر suitcase. My friend's sister أخت صديقي is going to get married. سوف تتزوج. So he invited me to her. عزمني على فرحها أو زفافها. زفاف يعني wedding. نروح على number 4. I went with my mother to the market. رحت مع أمي للسوق. It was very busy. كان زحمة جدا. There were lots of. كان في زحام كتير. فاسمها crowds. crowds يعني زحام. طبعا sellers بياعين. messengers رسل. workers عمال. لكن السوق اللي هو شاب من السوبر ماركت، لا ماركت كده مفتوح في الشارع، يبقى غالبا فيه كثير من الزحام crowds. every teacher should students kindly. كل معلم يجب ان يعامل الطلاب kindly بطريقه فيها لطف وعطف كده، اسمها treat. treat يعني يعامل. hurt يعني يؤذي. ويف يعني يلوح يشاور يعني. hit يعني يضرب. the zebra has skin. حمار الوحشي الجلد بتاعه أو البشرة بتاعته عبارة عن خطوط كده بالعرض أو بالطول يعني، اسمها striped. striped skin يعني بشرة مخططة، اسمها إيه؟ striped. striped طبعا heavy يعني ثقيل. colorful يعني ملون.
وبلين يعني سهل أو منبسط يعني. Number 7 I like watching films for أحمد حلمي، بحب أتفرج على أفلام أحمد حلمي. He is really هو شخصية إيه funny مضحك. He wants to be a pilot to a plane هو عاوز يبقى طيار عشان يقود طائرات. كلمة يقود طائرة أو يطير الطائرة يبقى fly a plane. You should be with your neighbors يجب أن تكون إيه مع أصدقائك أو مع جيرانك، تبقى ودود. كلمة ودود يعني friendly. كلمة ugly يعني قبيح، rude يعني وقح، ولازي يعني كسول. To be is to be happy about the good things in your life لو أنت حابب وسعيد بالأشياء اللي موجودة في حياتك فأنت شخصية ممتنة، شخصية تحمد الله على كل شيء عندك. فكلمة شكور أو حامد لنعم ربنا عليه أو ممتن لربنا على النعم بتاعته اسمها grateful، ودي صفة عظيمة جدا يا شباب لو عندنا هتساعدك جدا في حياتك انك تكون دايما تحمد ربنا على اللي معاك دلوقتي، ما تبصش يعني لغيرك او اجتهد عشان توصل لاعلى من اللي معاك دلوقتي. كلمه lonely يعني وحيد، worried يعني قلق، greedy يعني طماع. My mother always clothes in the sun to dry الام دايما بتعمل ايه في الملابس عشان تحطها في الشمس عشان تجف، بتعلقها كده على الغسيل حد الغسيل فاسمها يعلق او ينشر اسمها hangs. hangs يعني يعلق. كلمه shares يشارك، divides يقسم، وسبيلز يعني يسكب، يسكب يعني يدلق حاجة على الأرض يعني يطلق مية أو كده يعني. Students who cannot see well should sit in the of the class الأطفال أو الطلاب اللي عندهم مشكلة في الرؤية شوية لازم يقعدوا في مقدمة الفصل. مقدمة الفصل اسمها foreground، underground تحت الأرض، background في الخلف أو في الخلفية، وكلمة playground اللي هو الملعب أو فناء المدرسة. People prefer to wear clothes in the summer الناس بتفضل تلبس ملابس خفيفة أو فاتحة اللون في الصيف، فكلمة فاتح اللون أو خفيف اسمها light. طبعا heavy يعني ثقيل، dark يعني غامق، وblack يعني أسود. نروح على exercise number 1 page number 85 صفحة 85 يا شباب. The story was very funny The story was very funny The children laughed القصة كانت مضحكة جدا فالأولاد ضحكوا إيه بسعادة اسمها ايه happily. كنا خدنا الفرق بين الادجكتيف اللي هي happy والادفرب الحال اللي هو happily، قلنا الصفات تصف الشخص ان كده the children are happy اولاد او الاطفال سعداء. لكن عايز اوصف افعال الاولاد مش هخليها صفة، هخليها حال اخره ال واي زي كده، اقول the children loved happily. It was a terrible accident كانت حادثة بشعة فظيعة. She hurt her leg أصابت رجلها إيه بشدة بطريقة سيئة اسمها إيه badly badly. I always study for my exams يبقى أنا بذاكر إزاي، بذاكر بجد، جد يعني إيه hard. واحد يقول لي ليه ما خدناش كلمة hardly، hardly هنا يا شباب عندنا معناها نادر الحدوث أو شيء يحدث بصعوبة، لكن عايز أقول إيه أنا بذاكر بجد. اتفقنا إن في صفات هي هي الحال، ولك عندنا كده it's hard work عمل شاق يبقى هي study hard هو يعمل بجد، مفيش عندنا ال ايه ال واي. لو جت كلمة hard اللي اخرها ال واي دي مش معناها بجد، ده معناها نادر الحدوث. اقول لك كده it hardly rains in summer نادرا ما تمطر في الصيف. Sometimes I need my teacher to talk so I can understand her better احيانا بحتاج ان المدرسة بتاعتي تتكلم ببطء شوية عشان افهم احسن، بكلمة ببطء يعني slowly. He is driver he drives very carefully هو بيقود بحرص، يبقى هو سواق ايه حذر حريص، حريص يعني careful. Number 6 if you play music you will hurt your ears لو عزفت موسيقى بطريقه معينه تؤذي اذنك بطريقه بصوت عالي اسمها loudly. Walk or you may miss the bus امشي والا سوف لا تلحق، سوف تفقد اتوبيس يبقى امشي بسرعه شويه. كلمه بسرعه يا اما quickly يا اما fast، يبقى الصح عندنا هنا كلمه fast. fast يعني بسرعه. طب ليه اخرها مش ال واي؟ عشان دي من الحالات الشاذه اللي هي عندنا تنفع صفه سريع، علي is fast علي سريع، وعلي يجري بسرعه علي runs fast او fast. روح على نمبر 8 we slept well نمنا كويس جدا in our bed هنا نصف السرير بعدين صفه، نمنا كويس في السرير المريح يبقى عندنا comfortable bed. comfortable ايه bed كلمه comfortable يعني مريح يا شباب عندنا comfortably بطريقه مريحه، bad سيء، badly بطريقه سيء. نمبر 9 it's at the end of the day ده اخر اليوم
and the guests والمدعوين او الضيوف اللي كانوا عندنا are leaving، بيغادروا ايه ببطء شويه slowly leaving. are هنا بنوصف طريقه المغادره، يبقى are slowly leaving. اتفقنا ان الحال ممكن يجي قبل الفعل، ممكن يجي بعد ايه الفعل. روح على سؤال تاني page number 85 برضو صفحه 85 في كتاب جيم. read and correct. you drive quite dangerous. هنا بنصف الشخص ولا افعاله؟ بنصف طريقه القياده اللي هي درايف، يبقى نزود ال واي dangerously. dangerously يعني طريقه خطيره. this is a very important question. هذا سؤال مهم. please think carefully before you answer. مش هينفع careful، انا عايز الفعل ده افكر ازاي بطريقه حذره بحرص باهتمام carefully. you are very well at English. هنا بنصف سيادتك، بقول له انت كويس في الانجليزي، ما بصفش اي افعال خالص، انا بقولش he speaks ولا بقول you are very ايه، يبقى عايزين صفه. الصفه من كلمه will اسمها ايه يا شباب؟ good. she usually arrives lately. اتفقنا ان late تنفع صفه تنفع ظرف، وبالتالي انا مش محتاج احط ال واي، يبقى اسمها عندنا late. we lost the football match 4-2. خسرنا امبارح 4-2. yesterday I don't think we played badly. بيقول احنا خسرنا امبارح 4-2، انا لا اعتقد اننا لعبنا كويس، مش badly طبعا، صح كلمه ايه well جيدا، انا لا اعتقد اننا لعبنا جيدا. روح على صفحه 86 كتاب جيم. دايالوج محادثه. تقى بتكلم ساره. هلو ساره، وات ار يو دوينج، بتعملي ايه؟ ام لوكينج ات ماي فوتو البوم، ببص في البوم الصور. كان اي سي يور فوتوز، ممكن اشوف صورك؟ لها شور. This is a of me. دي صورتي. وعايزين كلمة photo. This is a photo of me and my friends. It's beautiful. صورة جميلة. It when we were on the school trip. إنها كانت عندما كنا في رحلة. يبقى هذه الصورة في الماضي. يبقى it a it was when we were on the school trip. Tell me about your friends. قوليلي عن أصحابك. لها in the is my friend Mona. She was in front of us. لما منى في المقدمة يبقى اسمها ايه المقدمة؟ يبقى foreground. foreground. who is the girl the left. اتفقنا ان كلمة left وكلمة right قبلها حرف جر ما بتغيرش، يبقى اسمها on the left. مين اللي على الشمال ديت؟ لا she is Dahlia. دي داليا. she is in the t-shirt. يبقى هي لابسة t-shirt نوعه ايه بقى عندنا؟ هنا ينفع كذا اجابة، بس انا اقول لها t-shirt المخطط، يبقى اسمه ايه عندنا؟ striped shirt. ممكن اقول لها in the black t-shirt، اي لون يعجبك براحتك خالص. روح على بيج نمبر 87 صفحه 87 كتاب جيم برضو. نمبر 1 اتس جود تو نيو فريندز، انه من الجيد ان تكون صداقات، تصنع صداقات، يبقى اسمها ايه؟ ميك. كنا خدنا كده هاو تو بي هابي ان يور لايف، ازاي تبقى سعيد في حياتك، كان في كده كذا حل هو جايب عليهم اكسرسايز. ذا تمبريتشر الحراره فور بيبل از 37. الحراره الطبيعيه، الانسان الطبيعي غالبا حرارته بتبقى 37. كلمه طبيعي يعني ايه يا شباب؟ نورمال. نورمال traditional يعني تقليدي، modern يعني عصري أو حديث، natural طبيعي يعني جاي من الطبيعة، جاي من البيئة اللي حوالينا. أما كلمة normal دي الحاجة الطبيعية اللي هي لا أكثر ولا أقل. you should be careful when you sit on rocks. عليك أن تكون حذر عندما تجلس على الصخور. because they are الصخور مالها يا شباب؟ حادة. حادة يعني sharp. easy يعني سهل. dry يعني جاف غير مبلل. وsoft يعني طري أو ناعم. it's kind to smile the person you meet. انه لطيف منك او طيب منك انك تبتسم الى الاخرين، اسمها عندنا smile at the person you meet، تبتسم في وجهه يعني. وفي عندنا كده حديث تبسمك في وجه اخيك صدقه. my sister is sitting under the tree. she is a selfie. هي قاعده تحت الشجره تاخد سيلفي، كلمه ياخذ يعني taking. students should learn to do their school work. الأولاد والأطفال والطلاب يتعلموا إن هم يعملوا واجبهم لوحدهم بدون مساعدة. alone. alone يعني لوحدك. أما كلمة lonely يعني منعزل. late متأخر. nervously يعني بتوتر وبعصبية. طبعا صح alone. they had big party. طبعا صفحة 88 يا شباب. they had many. كان عندهم حفلة كبيرة، وبالتالي عندهم مدعوين وضيوف كثيرين. كلمة مدعوين guests. كلمة customers يعني عملاء أو زباين. workers عمال. hostess ده اللي هم صاحب المكان اللي هو المضيف، اما الضيف اسمه ايه؟ guests. I lived in Cairo for more than 10 years. انا عشت في القاهرة اكتر من 10 سنين. I know it. انا اعرفها كويس جدا. كلمة know فعل، تعرف ان طريقة well.
I know it well. لما حد يقول لك ايه رأيك في علي، عايز تقول له انا اعرفه كويس، I know him well، انا اعرفه كويس. I feel really because my sister is ill. اتفقنا ان كلمة feel يجب ان يأتي بعدها صفات فقط، ما يجيش بعدها ايه ill why، ما يجيش بعدها حال. فهو اخته مريضة يشعر بالحزن، يبقى صح كلمة sad. طبعا كلمة tiring يعني شيء متعب او شيء يسبب التعب. The guests الضيوف found their hotel after they bought a map of the city. الضيوف وجدوا الفندق بسهولة لما اشتروا خريطة للمدينة اللي هم فيها. كلمة بسهولة يعني easily. برضو احنا لسه في page 88، لسه في 88 يا شباب. correct صحح. Do you think you speak English good؟ هل هنا بنوصف انت ولا بنوصف طريقة كلامك؟ يبقى speak English well. حال. بسملة is a loved student. love يعني يحب. انا عايزها تلميذة جميلة، تلميذة محبة للآخرين، باسمها lovely. lovely جميلة محبة. she is kind and pleasant. يعني ايه kind؟ طيبة، وpleasant يعني تشع كده جو من البهجة والسرور والسعادة. my teacher says that Sammy works hardly in our class. اتفقنا بقى ان كلمة hardly معناها شيء نادر الحدوث، انا عايز يعمل بجد، باسمها hard بس. When they heard the bad news، لما سمعوا الخبر السيء، they were very، طبعا هنا بنوصف اللي سمعوا، بنوصف اسم يعني، يبقى sad بس. Write an email of 90 words to your new friend Rida to tell him about your problems at school. Your name is عصام. انت اسمك عصام، هتبعت ايميل لصاحبك رضا تقول له عن المشاكل اللي انت بتواجهها فين في المدرسة. فاحنا تخيلنا كده موقف ان عصام ده عنده مشكلتين في المدرسة، كتبنا عنه. طبعا بكتب كلمة تو واكتب اسم صاحبي رضا، from اسمك انت اللي مدهولك عصام، الموضوع my problems at school. فقال له dear رضا، ينفع اقول له hello رضا او hi رضا. how are you؟ I hope you are well. اتمنى ان تكون بصحة جيدة. I'm writing this email to tell you about my problems at school. I have moved to a new school. انا اتنقلت مدرسة جديدة this year، هذا العام. The problem is that، ايه بقى المشكلة اللي عنده؟ I don't know anyone in my new school. معرفش حد لسه في المدرسة الجديدة. I don't have friends there. وما عنديش كمان اصدقاء في المدرسة ديت. I miss my friends in my old school. كل اصدقائي في المدرسة التانيين وحشيني جدا. I feel alone. اشعر بالوحدة all the time. طبعا كلمة alone هنا كلمة واحدة شباب، يعني الـ A مع الـ L. sorry. The second problem is that، المشكلة التانية، I don't like math، عندي مشكلة مع الرياضة مش بحبها. I feel it's a very difficult subject، حاسس انها مادة صعبة. So I don't study it much، عشان كده مش بذاكرها كتير. I get bad marks in the exams، بجيب درجات وحشة في الامتحانات. هنا في الاخر بيطلب منه طلب، I hope you can advise me، ممكن تنصحني to solve these problems، عشان تحل لي المشكلات ديت. في الاخر بيقول له عندنا هنا كده، هنا في كلمة see يا شباب، see you soon، فده هنا see you soon، هنا see يا شباب، see you soon. وقال له في الاخر ايه عصام، وينفع اقول له عندنا best wishes ايه عصام، هنا كلمة see you soon. روح على صفحة 94. choose the correct answer from A, B, C or D. It's a that you don't help your parents. كنا خدنا حاجة اسمها الرد على خبر سيء والرد على خبر جيد، اللي هما good news والbad news. فلما حد يكون عمل شيء سيء أقول له it's a shame، يعني شيء غير مقبول أو عار عليك إنك تعمل كذا. ليها كده expression معين، يقولك عندنا shame on you، لو معناها كده كانش مفروض تعمل دوت. غالبا بيستخدم هذا التعبير في التوبيخ واللوم والعتاب. It's a shame that you don't help your parents. طبعا joy يعني فرحة، fun يعني متعة، ولهو happiness سعادة. I you will get full marks in your exams. طبعا هنا بيتمنى له انه يجيب درجة عالية في الامتحانات، يتمنى يعني hope. I'm so happy to see you after these long years. I really you. انا سعيد اني شفتك بعد هذه السنوات الطويلة، يبقى انا افتقدك، اسمها I miss you. طبعا lose دي يعني يفقد شيء، ضيعه يعني. كلمة win يعني يكسب مباراة، يكسب جائزة، earn يكسب نقود من عمله. I'm so happy I have my exams. أنا سعيد جدا نجحت في امتحاناتي. كلمة succeeded يعني ينجح، و pass يعني نجح، الاتنين زي بعض، نجح ونجح. و won يعني يكسب، و earn يعني كسب فلوس. الصح عندنا يا إما succeeded يا إما passed، بس إيه الفرق عندنا؟ succeeded لازم بعديها حرف جر in. ده الفرق بين كلمة pass وكلمة succeed. succeed لازم بعديها حرف جر ان، هنا ما فيش حرف جر ان، يبقى الصح كلمة ايه؟
I passed my exams. أنا نجحت في امتحانات. What I have bought for you. What I have bought for you. ده واحد بيقول للتاني خمن أنا اشتريت لك إيه. عمل له مفاجأة في كلمة يخمن يعني. Guess what I have bought for you. Number one. صفحة 94 يا شباب. I often help my mom our food. أنا دايما بساعد أمي في إعداد الطعام. يعد يعني prepare our food. طبعا repair يعني يصلح. Sell يعني يبيع. Do يعني يفعل أو يؤدي. Don't worry. تقلقش. Everything will be okay time. اتفقنا. The expression بطمن بيه حد عنده مشكلة. ولو ما تقلقش كل شيء سيكون على مرام مع مرور الوقت. يبقى عندنا اسمها with time. Teachers should speak kindly. Their students speak too. المدرسين يجب أن يتحدث بطريقة لطيفة مع الطلاب. Everyone congratulated me. طبعا خدنا قاعدة أن كلمة congratulate حرف الجر اللي بعديها on. يبقى on passing my math test. كلهم هنقوني بأن أنا اكتست الامتحان ونجحت فيه. My last trip was I will go there again. رحلة أنت حبيتها عشان كده هتروحها مرة تانية. يبقى الصفة اللي تفهم على الرحلة هنا كلمة amazing. رحلة كانت مدهشة عظيمة جدا. Boring مملة. Terrible فظيعة وحشة وبقت سيء صح عندنا amazing. روح على number 11. We always go to our football to keep fit. بنروح تمرين الكرة القدم عشان نحافظ على لياقتنا. Keep fit يحافظ على لياقته البدنية. تدريب يعني practice. Practice بالاس يتدرب. وبراكتس بالسي كده هنا معناها تمرين أو تدريب. Fan يعني مشجع أو مروحة. Experience يعني خبرة في الحياة خبرة في العمل. After the match بعد مباراة that told me that I would be in the football team. بعد الماتش في حد قال لي انت خلاص هتبقى في فريق كرة القدم. يبقى مين دوت؟ الكوتش اللي هو المدير الفني او مدرب الفريق. وركر يعني عامل. سيرجن يعني جراح. فولنتير يعني متطوع. روح على بيج نمبر 95 كتاب جيم. في ديالوج بين داليدا وهبة. لا my mother didn't go to work today because she is ill. ماما ما راحتش النهاردة الشغل لأنها كانت مريضة. قلت لها I am to hear that. أنا حزينة لسماع خبر سيء زي كده. الأم مريضة. كلمة حزين هنا في الاستجابة لخبر سيء بقول I'm sorry to hear that. She had an interview at the bank. كان عندها النهاردة مقابلة أو مقابلة عمل يعني في البنك. For a new job. عشان هي كانت تلتحق بوظيفة جديدة. But she couldn't go. بس ما راحتش. It's a that she didn't go. في عندنا كده expression بقول ده خبر سيء. ده شيء سيء ان هي ما راحتش. اسمها pity. It's a pity. pity تعبير عن الشفقة والمواساة يا شباب. فدليدا قالت لها she did the interview online from her bed. قلت لها لا دي هي عملت المقابلة بس online عن طريق الانترنت وهي فين نايمة في السرير تعبانة شوية. قلت لها that be difficult. كان في expression اقول له ده كان موقف صعب. يبقى اكيد موقف صعب. يبقى that must be difficult. Yes but she got the job. بس الحمد لله حصلت على الوظيفة. لها that's news. ده أخبار عظيمة جدا. That great news أو good news. I'm so happy for her. أنا سعيدة لأجلها. She is still not feeling very well. تقول لها هي لسه مش حاسة أنها كويسة. فالبنت بتطمنت لها don't إيه don't worry. I'm sure she will be better soon. إن شاء الله هتخف بسرعة. Exercise number one. في page number 95. ده امتحان بقى على الوحدة كلها كاملة. راندا بتكلم ليلى بتقول لها You look happy. شكلك سعيد قوي. تبدو سعيدة. يا ليلى What's the matter. ما الأمر. قلت لها I have passed my driving test. أنا نجحت خلاص في امتحان القيادة السواقة يعني. قلت لها جملة تعبيرة عن السعادة أو الامتنان أو الشكر أو التهنئة. فرحانة ليها يعني. تقول لها Congratulations. ينفع أقول Well done بس هو عايز كلمة واحدة بس. Do you have a car. أنت اشتريت عربية. قلت لها Yes my uncle has just bought a new car. عمي اشترى عربية. He's going to give me his old one. هيدينا عربيته ايه القديم. لها That's great. ده خبر عظيمة. News. So would you to go for a drive. تحبي نركب كده عربية تفسح بها شوية. يبقى عندنا ايه Would you like to go for a drive. لها Yes I'd love to. هتروحي فين. أين تذهبي. يبقى Where will you go. لها We could have a picnic. نعمل الأول نزهة كده ناكل ونشرب في أي مكان. and go to the pyramid. نطلع على فين على الأهرامات. قالت لها الساعة كام ممكن نعمل دوت. time. يبقى what time will you come. قالت لها I'll come for you at about 11 o'clock. exercise number 2. سؤال اختيارات. it's a that you cannot come. it's your best friend's wedding. يقول له مش كويس انت ما تجيش ده أعز أصدقائك بيتزوج. يبقى عندنا it's a shame. كلمة good يعني جيد. awesome يعني حاجة رائعة جدا.
وام بس يعني تعاطف، الصح عندنا it's a shame that you can't come، تعبير عن الرد على خبر سيء او تعنيف او توبيخ. The prepares food for people to eat، مين اللي بيحضر الطعام للناس ياكلوا في الشارع؟ اسمه street food seller، بائع. Your father can the car on this road، it's very quiet، باباك ممكن يركن العربية هنا، الشارع هادي خالص، park يعني يركن. This is a photo of my parents، دي صورة ايه لحفل الزفاف اسمها wedding. You passed a really difficult exam، ده بيقول له مبروك انت عديت من امتحان صعب، يبقى اسمها ايه congratulations، تهانينا. Number 6 people او sorry please sure that you write your emails carefully، اتأكد انك كاتب ايميل صح، يبقى الصح عندنا ها make، يبقى please make sure that you write your emails carefully. This nurse works in children's، قلنا بقى عنبر الاطفال او جناح الاطفال اسمه ايه word، أما كلمة award يعني قلنا جايزة، وreward يعني مكافأة، وhard يعني صعب أو بجد. The teacher looks angry، he is hitting the table angrily، اللي هو يا شباب لأن الصفة عنده angry لكن فعله angrily، صفة تصف اس والحال يصف أفعال. He is a bad driver، هو سواق سيء، بيسوق بأنهي طريقة؟ أكيد طريقة آخرها اللي واي، هو السواق السيء يسوق ببطء؟ لا، لكن السواق السيء يسوق بطريقة خطيرة اسمها dangerously، dangerously يعني طريقة خطيرة. It quite heavily، perhaps we shouldn't go out tonight، بيقول له بتمطر بقوة وبشدة، يبقى احنا المفروض ما نخرجش برا. تمطر الآن يبقى is raining، it's raining ده مضارع مستمر، لو بتمطر كل يوم يبقى it rains، لكن بيتكلم على امتى؟ على tonight بس، الليلة يعني. روح على السؤال الثالث، read and correct the underlined words. You won't find Mona at home right now، لن تجد منى في المنزل الآن، ليه؟ أصل هي بتذاكر الآن في المكتبة، يبقى عايزين verb to be و ing، يبقى she is studying in library. My sister usually is going to school by bus، لما نلاقي كلمة usually ده مضارع بسيط، يبقى عايزين فعل مصدر واخره اس، sister مفرد، يبقى she goes to school by bus. She entered the room quiet، دخلت الغرفة بأي طريقة؟ بهدوء، ما زود لها ال y quietly، so that لكي لا she wouldn't awake the baby up، عشان ما صحيش الطفل. If you walk so slow you will miss the bus، إذا مشيت ببطء سوف تفقد الأتوبيس، يبقى عندنا مش slow، slow دي صفة، أنا عايز أوصف طريقة المشي، يبقى slowly، slowly. آخر حاجة عندنا write a paragraph of 90 words، اكتب paragraph من 90 كلمة telling your friend good news، paragraph عن إزاي بتقول لصاحب أخبارك الجيدة، هو إزاي بيستجيب ليها. تعالى نشوف عندنا كتبنا إيه، هنا كتبنا عنوان اسمه good news، I'm going to talk about my good news، I meet my friend علي every weekend، بقابل صاحبي علي كل اسبوع، we talk a lot and tell each other our news، بنتكلم كتير ونبلغ بعض اخبارنا. I told him that، انا قلت له I have passed my final exams and got good marks، نجحت في الامتحانات وجيت درجة كويسة. He was very happy and said congratulations، كان سعيد وقال لي مبروك. I told him that my father bought a new car last week، قلت له ان ابي اشترى سيارة جديدة الاسبوع اللي فات. He was surprised، كان متفاجئ جدا فرحان. And he said that it was a great news، اخبار جيدة. My brother also has found a new job، اخويا كمان لقى وظيفة كويسة جديدة. My sister will get married next week، واختي هتتزوج الاسبوع الجاي. My elder sister، اخته الكبيرة had a baby and جابت طفل. My friend was very happy to hear my good news. ممكن اكتب كمان يا شباب اكتر عن كده، اي اخبار جيدة عن الجد وعن الجدة وعن مدرستك ورحت رحلة مدرسية، ينفع اقول كذا حاجة يا شباب. نخش على امتحان بقى على الوحدة كلها كاملة، صفحة 102. Complete the following dialogue، كمل المحادثة الاتية. Hi how are you؟ Hi I am thanks، طبعا لما حد يقول لك how are you واضح ان علي هنا بيكلم جاك مصري مع احد السياح، يقول له I am fine thanks. Excuse me, is your name؟ طبعا بيقول له اسمك ايه؟ What's your name؟ قال له I am Jack. قال له What's yours؟ طب وانت اسمك ايه؟ I'm Ali. في سؤال Are you from؟ بيقول له America، ده مكان، يبقى Where are you from؟ قال له I'm from America. I am new here، انا جديد هنا في مصر. What are you in the university؟ تدرس ايه في مصر؟ عشان قال له I'm studying، يبقى Are you studying in the university؟ قال له I'm studying biology، بدرس احياء. What about you؟ وانت بتدرس ايه؟
البيولوجي is a very interesting field. ده مجال مشيق جدا of study, but I'm studying business. أنا بدرس إيه؟ حاجة اسمها إدارة أعمال. في سؤال أو في جملة قال له I to see you again soon. أنا بتمنى أشوفك مرة تانية. يبقى I hope to see you again soon. أتمنى أشوفك في القريب إيه العاجل. السؤال التاني عندنا سؤال قطعة comprehension عليها أسئلة. عمر decided that he wanted to be a doctor. عمر كان نفسه أو قرر خلاص يبقى طبيب. When he grows up لما يكبر. He made his decision هو أخذ هذا القرار after seeing a television program about a doctor who worked in China. شاف برنامج تلفزيوني بيتكلم عن طبيب يعمل في الصين. So عمر worked hard عشان كده عمر ذاكر كويس at school في المدرسة. Passed all his exams نجح في كل امتحاناته. And went to university to study to be a doctor ودخل الجامعة ودرس لكي يصبح طبيب. He spent most of his time working. قضى معظم وقته يعمل. And had time to make many good friends. وكمان كان عنده وقت يكون صداقات جيدة. When he finished, he found a job as a doctor working in a village in northern India. لما انتهى من دراسته اشتغل كطبيب في قرية في شمال الهند. Northern India في شمال الهند. He worked with a group of older doctors. And young doctor اشتغل مع مجموعة من أطباء كبار في السن وصغار في السن. Most of the time معظم وقته أو معظم وقتهم they worked in a small village hospital شغالين في مستشفى صغيرة في القرية. But on 2 days a week لكن في يومين في الأسبوع they went to a nearby town بيروحوا مدينة قريبة. And helped the Indian doctor بيساعدوا الأطباء الهنود who worked there شغالين هناك في المكان ده. One day when Omar was working in the larger hospital شغال في مستشفى كبيرة a young man came with a broken leg في شاب شخص صغير في السن رجل لسه في مقتبل العمر يعني دخل المستشفى بقدم أو برجل مكسورة. He wasn't Indian ما كانش هندي. When the man saw Omar لما الرجل ده شاف عمر هو الدكتور he said Omar do you remember me يا عمر فاكرني. We were in the same secondary school ده احنا كنا أصحاب في نفس المدرسة ايه السنة. واضح ان هو اتعرف عليه من خلال الدراسة. اول سؤال عندنا يا شباب when did عمر decide he wanted to be a doctor امتى قرر يصبح طبيب. قلنا when he saw a TV program about a doctor in China. Where did the doctor on the television program work اين كان يعمل الطبيب الذي كان في البرنامج التلفزيوني. قلنا in China يبقى he worked in China. What was wrong with the young man who came into the hospital؟ المشكلة اللي كان عند الراجل اللي جه دخل المستشفى عند عمر قلنا he broke his leg أو he had a broken leg كان عنده رجل إيه مكسور. هنا سؤال اختيارات in which part of India في أي جزء من الهند was the village where عمر worked كان أنهي مكان في الهند بالضبط شمال جنوب غرب احنا قلنا عندنا شمال فاسمها إيه the north. Who did عمر work with at first in India؟ عمر كان شغال مع مين في الأول في الهند؟ كان شغال مع other doctors ولا some older and young doctors ولا older doctors ولا a group of friends طبعا some older and younger doctors. How did the young man in hospital know عمر؟ إزاي الراجل اتعرف على عمر؟ قلنا هنا الإجابة they were together كانوا مع بعض in the same school في نفس إيه المدرسة. Exercise number 4 أو السؤال الرابع في الامتحان My little brother is very he always wants to stay at home and watch TV الشخص اللي عايز يقعد في البيت باستمرار ويتفرج على التلفزيون ده شخصية كسولة اسمها عندنا lazy وعكسها active نشيط. We need a computer engineer to our computer because it doesn't work عايزين كمبيوتر مهندس كمبيوتر عشان يصلح الحاسب بتاعنا كلمة يصلح يعني repair وقلنا تنفع fix وتنفع mend. There is an area of very dry land أرض جاف تماما دي صحراء باسمها desert طبعا waterfall يعني شلال يا شباب. Is a boy or a girl aged 13 to 19 الأولاد البنات اللي عمرهم من 13 ل 19 اللي هم فيهم كلمة 13 آخرها كلمة teen دول اسمهم teenager اللي هم المراهقين فترة المراهقة أو المراهقين اسمهم teenagers. Number 5 means usual not different معناها شيء معتاد ليس مختلف اللي هو طبيعي اللي هو عادي normal. To be means not to be with other people أن تكون إيه؟ معناها أن أنت ما تكونش مع حد تكون لوحدك اسمها alone. Lonely يعني مكان منعزل لكن alone يعني وحيد لوحدك. I study to make my handwriting better. أنا بدرس حاجة معينة عشان أحسن خطي باسمها calligraphy اللي هو فن الخط. طبعا biography
بايوجرافي اللي هو السيرة الذاتية تتحدي يعني، جيوغرافي جغرافيا ماس الرياضيات. How often do you dinner؟ كم مرة أنت بتحضر؟ طبعا كلمة دو بعدها مصدر على طول، يبقى الصح make dinner. ناديا feels ill so she in bed this morning. طبعا بيتكلم this morning هذا الصباح، شيء بيحصل دلوقتي بس، يبقى عندنا مضارع مستمر verb to be ing is staying. أما لو هي قاعدة على طول في السرير يبقى stays بس. On Saturday يوم السبت I usually time with my cousin. أنا أقضي وقتي عادة مع أبناء عمي. هنا عادات يبقى مضارع بسيط، يبقى عايزين مصدر عشان I تعامل معاملة الجمع يبقى spend. السؤال الخامس read and correct. We watch a film and it's very funny. إحنا بنتفرج على فيلم وهو فيلم مضحك. بنتفرج عليه إمتى؟ الآن. يبقى we are watching مضارع مستمر verb to be ing لأنه شيء بيحدث الآن. She is run قلنا خلاص بقى verb to be بعزن ing يبقى she is running because she is late for her lesson. The teacher treats all her children kind. اتفقنا بقى كلمة treat ده فعل، الفعل ده نوصفه بإيه؟ بحال. الأفعال بيجي بعدها إيه؟ حال، يبقى صح kindly. My friend sews bad بتخيط سيء ولا بطريقة سيئة؟ يبقى نزود لها ال y badly sews يعني تخيط. Write a paragraph of 90 words on how to be happy in your life. باراجراف عن كيف تصبح سعيد في حياتك. هنا الباراجراف يا شباب how to be alive in your life. How to be happy sorry in your life. I'm going to talk about a very important topic. هتكلم في موضوع مهم. Happiness السعادة is very important our life مهمة في حياتنا. To live happily لكي تعيش بسعادة. You can do many things يمكنك أن تفعل أشياء كثيرة. First of all بداية كده you should be grateful يجب أن تكون ممتن وشكور يعني تحمد ربنا يعني for the things you have in your life عن الأشياء اللي تمتلكها في حياتك. ده أول طريق السعادة يا شباب، أنت عندك قناعة ورضا. You can make friends with good people تكون صداقات مع ناس كويسين. You can also help other people to make them feel happy ساعد الناس لكي تشعرهم بسعادة. اللي أنت هتعمله دوت makes you it makes you feel happy too يجعلك أيضا تشعر بسعادة. Try going out with friends حاول تخرج مع أصحابك and enjoy the beauty of nature حاول أنت تعمل إيه تستمتع بطبيعة البيئة اللي حواليك والطبيعة الجميلة اللي حواليك. Try to talk with your family تكلم مع عائلتك about your problems عن مشاكلك لو عندك مشاكل. They can help you to solve them easily هيساعدوك تحل المشاكل بإيه بسهولة. وممكن تكمل بقى لو أنت عاوز تلعب رياضة تسافر كل دي عندنا ممكن أعملها إيه كحاجات تجعلني سعيد فين في حياتي. كده يا شباب احنا الحمد لله خلصنا كل تدريبات كتاب جام يونت 2. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون استفدنا بيه يا شباب. كل مطلوب منك شوية تركيز وانت تتفرج على الفيديو وربنا يوفق الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.